مقابلة اتحاد اسكندرية، مقابلة كذا مسيطرين عليها. سجلنا في 12 دقيقة الأولى، كنا لاعبين، تجاتنا هدف ضد مجرى اللاعب، دخلنا بغينا نسجلوا هدف ثاني، ما استطعناش، ضيعنا فرص، جاونا فرص بزاف، تسلمنا التعليمات ديال المدرب، دخلنا لدوزيام ميطو بغينا نسجلوا هدف ثاني، وجاونا اوكازيو بزاف ضيعناهم، ما كتبش لنا. دابا غادي تنوجدوا جوج مقابلات اللي جايه ان شاء الله باش ناخذوا فيهم 6 نقاط باش نتاهلوا ان شاء الله. ترتيب احنا الثانيين، احنا واتحاد اسكندريه عندنا نقطه، والسالميه الكويتي عندهم 3 نقاط، غيلعبوا السالميه الكويتي ضد اتحاد اسكندريه، غيلعبوا بيناتهم، حنا غنلعبوا ضد جيبوتي. فريق جيبوتي ماشي سهل، واخا الهزيمه اللي تلقاها امام السالميه الكويتي ماشي ما يكونش المقابله سهله، حتى هما خسروا ماتش، ما غاديينش يبغيو يخسروا هذا الماتش الثاني، غادي يبغيو حتى هما ياخذوا 3 نقاط باش يتاهلوا، يدخلوا الند علينا، وحنا ما غاديش نهبطوا يدينا ان شاء الله باش نديو 3 نقاط كيف ما كان الخصم. مروه الوادني مستعد لاي مقابله، كيف ما مستعد الدراري كاملين باش نجيبوا 3 نقاط، عندنا هدف واحد ان شاء الله باش نجيبوا 3 نقاط كاملين. هادشي اللي كاين، اللي غادي يدخل التيران غادي يدي الواجب.